هل تعتقد ان في حمام سباحه جوه كهف ومعمول بطريقه بدائيه؟ بسم الله والصلاه والسلام على سيدي وتاج راسي محمد بن عبد الله، معكم محمد الجاسور وقناه تنابيش، قناه بتهتم بالتنبيش والبحث في كل فروع المعرفة في كل زمان وفي كل مكان فوق سطح هذا الكوكب. شابين في مقتبل العمر، صح حديد، صخرة كده بيدوروا على مكان يعرفوا يحفروا فيه، رجل المكان هيبدأ بقى. بدأ يحفر، فتحوا فتحة اهي، واحد بيحفر والتاني بيشيل التراب، بقايا الحفر، حفر وداخل يحفر جوه. ده بيوسع الاثنين داخلهم، طلعوا التراب يعني. هذا بيعملوا تجويف في الجبل اللي هم اختاروه يعني، كل واحد عارف عليه بالظبط. ما شاء الله، العرق خلاص اهو. ما مش بيحفروا اي كلام، ده نحاتين شايف؟ يا عيني، ايه يا عم دي السجيتة ولا ايه؟ المهم ان كل واحد ملوش دعوه بالتاني، لا عارف عليه بالظبط، لا عارف عليه بالظبط، ده في مجاله وده في مجاله، والاتنين خلي بال ساعات بيكملوا بعض، عارفين هيعملوا ايه بكل دقه. بيريحوش شغالين على طول. الفيديو لسه ما خلصش، خليك معايا، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. فيها عاملين كده، هو بتاع الفتحة ولا يعني؟ يا عيني. لا بعملوا رسمة كده بيظبطوا الباب.
يعني ده بنعمل الحاجات الخشنة اللي طلعنا، بيعمل تراب ناعم. ده بيجي المية. هيعجنه. ايوه ايوه بمحر بيه. بمحر بيه. برضه بمحر السرير بقى اللي احنا مريضين عليه. دي شجر اسمه شجر البامبو اللي هو الغاب التخيل ده، هنعمله بيه الله أضاءوا الشموع، عاملين أماكن للشمع برضه للإضاءة، بس أنا عايز بس الخشب بتاع البوم ده بيعملوا إيه؟ كده بقى تمام. ده واحد بيروح جوه والتاني بيروح في الوسط، بيعملوا فتحة تانية. يا الله يا الله
ان شاء الله في قمه النشاط والحيويه. مو سعيد الدور واحد برا واحد جوه. عارفين بيعملوا ايه؟ اه اللي برا ده يمكن يجهز يعجن شويه طين ولا حاجه. انا عايز امحر حته ولا كان يروح جاب ميه. شوف احط الطين في الزلعة بتاعتي. يبقى دي اه حتى شجر البامبو ممكن تكون عايزين يستخدموها ماسوره مثلا او زبطها اهو او ده شجر خضر. دي ميه دي بقى ورا الشجر ده بيطلع لون اخضر وهم اكيد عايزين اللون الاخضر ده عشان خاطر يستخدموه يا عيني. ايه الحاجة دي؟ ما شاء الله عليكم. اوه اوه ده شغل عالي. لا 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 الله الله. حط يا عم الإضاءة. حط يا باشا الإضاءة ما شاء الله عليك. طبعا ما دي اتحطت بعد ما الجنبي يشوف كده من اه اوه يدخلوني الله. هو اللي راح ننسي ما شاء الله ما شاء الله. انت تتعامل براحتك بقى يعني دي اعمال رهيبه رهيبه. الله 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 ما شاء الله 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 الله
وبكده الفيديو خلص، لكن المعلومات لسه ما خلصتش، الغرائب والعجائب لسه ما خلصتش. يا ريت اكون ضفت لسيادتك معلومه جديده. ما تنساش تصلي على سيدي وتاج راسي محمد بن عبد الله، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات واللايك والشير والكومنت. انتظروني كل اثنين وخميس مع فيديو جديد. انا محمد الجاسور، لكم مني اطيب الامنيات. الى اللقاء.